مساء الفل يا باشمهندس. اهلا، ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ وحشني صوتك، ماله؟ اهلا بيك ومبروك، يعني الموقع ده جديد وان شاء الله يعني انت اهل ليه. ربنا يخليك، وانت كمان حاجة محترمة جدا، وناس من العقليات العالية جدا على المستوى الفكري والمهني، وكمان على المستوى الإنساني حاجة ولا أروع من كده. النهارده يعني مواجهة مع مصر المقاصة، كان في تعادل في المباراة الأولى. المقاولين من سنين ما بياخدش التجربة ديت، يعني طول عمره حتى اللعيبة اللي بتطلع من تحت بيعتمد على ناشئين، وعنده ناشئين قاعدة ناشئين عالية جدا، لكن بتلاقي عنصر اتنين تلاتة على أقصى تقدير. لكن المقاولين في آخر موسم 2017 2018 السنة اللي فاتت، وتحديدا كمان الموسم ده، في سياسة الاعتماد على الناشئين بشكل كبير. باشمهندس محمد، أكيد طبعا، احنا عندنا مجموعة من الناشئين زي ما حضرتك شفتهم آخر الموسم السنة اللي فاتت، وبدأوا الموسم ده إن شاء الله، ولازم ياخدوا فرصتهم، لأن احنا عندنا قطاع برضه فيه أولاد أخرى برضه محتاجة إنها تاخد فرصتها ونصبر عليها، يعني احنا برضه صابرين عليهم وإن شاء الله هيبقوا حاجة كويسة بإذن الله وهيحققوا طموحاتنا إن شاء الله. لكن لازم ياخدوا الفرصة يا كابتن سيد، وإلا يعني هيبقى كله يعني مضيعة لمصاريفك في قطاع الناشئين وإهدار برضه للفريق الكبير، فلازم مجموعة تبتدي تخش ومع الوقت. ولو تفتكر حضرتك من زمان إحنا عملنا التجربة دي محمد صلاح والنني، وصبرنا عليهم شوية لما حصل وبدأنا نستقر شوية ورجعت، فإحنا برضه بناخد التجربة تاني وان شاء الله انا شايف انها هتحقق باذن الله. ان شاء الرحمن، يعني تجربه باذن الله تفيد وتيجي نتائجها ايجابيه. عندك مثلا طاهر محمد طاهر، عندك يوسف الجوهري، عندك مجموعه كبيره جدا تحت السن، عندك محمد عطيه، مجموعه كبيره بتشارك، عبد الوهاب اسماعيل، كل ده تحت السن. قلت طبعا يوسف الجوهري، لكن في الناس برضو في الاخر بتهمها النتائج. يعني بدايه المقاولين السنه اللي فاتت مع محمد عودة كانت فيها تألق وفيها تقدم في المستوى والنتائج والترتيب وكل حاجة. البداية السنة دي مختلفة شوية، بتقلق المشرف العام على الكورة ولا الأمر بالنسبة لك عندك ثقة والأمر مكمل بالنسبة لك يا باشمهندس محمد؟ لا إن شاء الله أنا عندي ثقة وهنكمل، ويمكن النهاردة احنا لعبنا ماتش كويس مهما كان. يمكن أنا لما تسألني رأيك في المباراة بقول لك لعبنا ماتش كويس، ولكن يمكن الولاد حبوا بقت تظهر غير شيء من الانانيه. يعني برضو خلي بالك السن الصغير طبعا صح بيبقى فيه، وانت طبعا يعني مالكنا في هذا الباع وجربت تجارب كثيره في هذا الكلام، بتبتدي يعني لو تلاحظ ان الفتره اللي احنا اتخطفنا فيها جونين كان فيها اسراف من اللعيبه صح في الاحتفاظ بالكره، وعشان كده اتخطفنا جونين. فمعلش، لا انا صابر وعندي ثقة في الجهاز الفني وعندي ثقة في لعبتي في اللاعبين بتاعتي إن شاء الله. برضو يعني احنا لسه في البدايات ولازم نبقى وراهم عشان ونصبر شوية علشان نقدر ناخد النتيجة المرجوة. انتوا نادي محترم، مؤسسة محترمة، مجلس إدارة محترم، مشرف على الكرة محترم، جهاز ولعيبة وكل الناس. أنا أعرفكم طبعا على المستوى الشخصي، وكمان عشرتكم حتى وأنا ناشئ، يعني سياسة ومؤسسة يعني شبيهة جدا جدا بسيستم ونظام النادي الأهلي. كل التوفيق ليكم، تستاهلوا كل خير. شكرا المهندس محمد عادل، مشرف عام على الكرة. طيب